احنا بنوصل كابل اليو اس بي في كابينة السنترال في الجنب اليمين، ونوصل الطرف الثاني لكابل اليو اس بي في البي سي او في اللابتوب بتاعنا. وبعدين بنبتدي نفتح KXTE Maintenance Console، نكتب باسورد 1 2 3 4، بنكرر الباسورد ولازم تكون علامة Connected to PBX موجودة، وبنبدأ أوكي. أول حاجة في الـ Quick Setup، الخطوة الثانية بعد ما بيسألني على الـ Remote Configuration الخط الخارجي، بيسألني عن الـ Operator، هل هو على جاك 01 ولا انا عايز اغيره على اي جاك من ال 24 جاك اللي عندي على السنترال. لا طبعا في الغالب بنسيبه على جاك 1، لكن ممكن نغيره دايما وقت ما احنا عاوزين. بيسأل بعد كده عن الاوتوماتيك لاين اكسس، تبقى ب9 والاوبريتور ب0 ولا نعكسها. في بعض الناس بتحب تعكس الوضع، بتخلي 9 للاوبريتور و0 لللاين. احنا طبعا في مصر متعودين ان الاوبريتور ب0 و9 لللاين، وزي ما قلنا قبل كده في الشرح اللي شرحناه عن البي سي بروجرامينج، انا عندي 3 نمبرنج بلان، 1 و2 بيبداوا من 101، لكن بلان 3 بتبدا من 10 من 11 12 حتى 18 لو 3 8، ولحد 24 لو الاكسبانشن معمول للاخر. يفضل انها تتساب على بلان 1 برضه. نقول next. extension number and name، هو هنا ممكن بيطلب كتابة الاسم، بعديها بعمل next على طول. هنا بقى اهم جزء في الكويك setup عن طريق البي سي. king assignment زي ما كلنا عارفين بيجي ان الثمان خطوط الخارجية اللي عندي لو connected يرنوا على ال 24 extension لو connected. ما هنا جاست ان انا بعمل كده لغيت ان الجرس يبقى موجود على اي حد. طبعا ده مش منطق ان نعمل الخط الاولاني على اكستنشن الاوبريتور، الخط الثاني برضو نخليه على الاوبريتور. كده يبقى عندي الثمان خطوط بيرنوا فقط على العده الاوبريتور اللي هي انا مختارها جاك 01. نيكست. هياخد الديت والتاريخ من البي سي على طول، وبيسأل عن الباسورد. طبعا الباسورد انا معايا 7 ديجيت، وهو اساسا الديفولت 1 2 3 4، لكن انا ممكن اغيره واحط اي باسورد انا عايزه. الباسورد يعرفه كده، هو ابتدى يقرا سنترال. كويك ستوب هاز بين كومبليت.